فمشينا دخلت لم أجد أحد يسألني إلى أين أنت داخل أو ذاهب. دخلت القاعة الأولى في القصر. أي في القصر. دخلت القاعة الأولى، أنا عندي موعد الساعة كذي كذا. دخلت الساعة يمكن هذه ما يعرفهاش، خليه يسمعها، وأنا كتبتها. دخلت وبعدين جتني سكرتيرة متواضعة. تحكي على معتمد ولا رئيس؟ يا ودي هاني نحكي لك، تتصدق لو تصدق أو شيك. جتني سكرتيرة أو قالت لي أنها سكرتيرة، الحقيقة شفتها مايش في هيئة سكرتيرة في الرئاسة في القصر، لابسة شلاك. لابسة شلاكة في القصر؟ لابسة شلاك ماشي وراها. أنا ما كنتش نعتقد أن هي سكرتيرة وهي المضيفة متاع المستقبلين أو كذا وكذا. ليش بيك تضحك؟ هذيك هي تونس وذيك هي الثورة، ولازم تلبس شلاكة حتصير ثوري. يا ودي الثورة قال ماركس من أجل سعادة الإنسان، الثورة هي اللعب، اللعب الجميل. أخي تحكي على الثورة لازم تكون فيها الحياة السعيدة، مش التقشف والزهد والتصوف والأكاذيب وهالجوع وهالميزيريا وهالتمثيل. الثورة لا، الثورة هي السعادة المطلقة، الرفاهة. يجب أن تأكل جيد وتلبس جيد وتتكلم جيد و و و و و و وتعشق جيد تشي جيفارا كان هكا رمز وهكذا. نعم 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 تشي جيفارا. نعم نمشي ونقعد أنا كان عندي مع لابست الشلاك. أنا لو عندي فلوس راي نشرب في السيجار، كنت نشرب فيه لما كان عندي فلوس. نقعد مع الشلاك. شفت سكرتيرك ثوري ما يدخنش سيجار انت. جيت سكرتير. اصبر شوية على السيجار. مشينا دخلتني القاعة الأولى. عرضنا وقتها بوليس في الدورة. في الدورة؟ كما أنه موقفين في المرور، والله في الدورة متاع هذيك البوليس تونسي يشوف الدورة ويوقف. كمين يعمل لك كمين ماشي ينظف في المرور. حتى في القصر عامل كمين ماشي ينظف في المرور. في الدورة زورتني القاعة الأولى، قالت لي تجلس في القاعة هذه، فتحتها هيك شفت هيك الديكور الأصفر واحد وكنوار ديكور جميل. قالت لي ولا استنى نوري لك الأخرى. ورت لي الأخرى الذهبية هذيك، كلهم كي بعضهم، ثلاثة قاعات كي بعضهم. أنا كي شفته كي بعضهم رجعت لي الأولى، قلت ليش قال لي الأولى. فتحته بثلاثة تفرجت عليهم. قعدت في قاعة الانتظار. قالت لي الأولى أول شيء بقيت نستنى جي ربع ساعة، هزيتك الورد اللي حاطينه فوق الطاولة شفته من هنا، شفته مكخخ ومنزلك التفشي مخزز يعني. مخزز مخزز أيوة، يمكن ورد محطوط من عهد بن علي ما غيروش، مخزز مخزز في قاعة الانتظار نتاع القصر الرئاسي. قاعة الانتظار في القصر الرئاسي، قاعة المذهبة ولا الذهبية؟ الذهبية. فتحوا الكليماتيزار الدنيا برد، فتحوا الكليماتيزار باش يدفي شوية، صار ينفخ كأنه تراكتور جذع جايبينه من ليبيا. طفو طفو باش يطفو لانه الحس مزعج. والله خلاني نستنى في السيد منصف السيد الرئيس. طل انا حسيت انا هكا شويه. طل ورجع. طل ورجع شنو طل اعمل لك؟ طل ورجع سكر الباب. شفتوا انا شفت اي هذا السيد الرئيس على راسي وعيني. سيد رئيس مثقف، نحكي عليه كمثقف، نحكي كروايه اليوم نحكي ورئيس. ولو نهار نكتبها ساكتبها هكذا. وهو لا طريقه روايتك حلوه برشا. طل ورجع. طل ورجع، ثم في ثلاث ثواني فتح الباب بقوه واندفع دفعه واحده. فجاه ما بيني وبين الباب جي سبع امتار ضربهم في خطوتين. أسلم 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 ثلاثة مرات. أي هكا يتكلم دايما مزروب سي المنصف، ما نعرفش حتى بن علي كان يتكلم مزروب هما الخجولين هكذا. لأنه قد ما تكون عندهم الجرأة الخجولين هما تيميد. هاي باه جلسنا، جبت وأنا رواية هذيك السنوات البروستاتا وجبت كتاب على بورقيبة. انا هكا من طبعي نهدي كتاب، ما عندي ما نهدي الا كتاب. شو باش نهدي له؟ وعارف انا هكا رئيس مثقف وكاتب وكذا. اعطيته الكتابات وبدينا في الحوار. كيف بدينا في الحوار جينا نحكوا في القصور. قلت له كيفاش باش تبيعوا هالقصور يا سيد الرئيس؟ ومصر ما بعتش قصورها
وروسيا ما باعتش قصورها في ثورة ضد القياصرة، ولا أحد باع قصر، ولا العراقيين باعوا قصور صدام، ولا الحسن الثاني بيعت له قصور وعندما ولده عمل له كذا. عيب، قلت له ليه ليخ هذا لا بالتاريخ ولا بكذا، والثورات مش هذه. ثم قلت له أنه هذه القصور كلها لو بعناها، وهي اعتباطا نسميها قصور، هي عبارة عن فيلات، ثم توانسة يملكوا أحسن منها. صحيح بيانسي. قلت له تجيب 20 مليون، قلت له 20 مليون دينار التوانسة 10 مليون، كل واحد يشرب قهوتين كل يوم، الطفل والأم والجد كل الناس يشربوا قهوة في تونس، ما يشربش قهوة يشرب حليب هيك ولا؟ قلت له ما تجيب ما تشربش التوانسة يوم قهوة حليب، صحيح ولا؟ صحيح. قهوة الوحيدة بدينار. زلوا كي زل، قال لي قلت له ايه ما نسجلوا بس المصف تخليك معايا وكذا ونحكوا، انا جاي نسأل وكذا ولا نروح. ولا نروح، سكرت المسجل وجيت قايم. مش تروح سكرت تقص على الحوار مع رئيس لانه هو تنرفز وزعلوا، وبعدين قال انا ما قلتش وما كذا وما نيش وانا مانيش داخل في البيع. حوار بين رئيس وصحافي يعني. يا ودي ما هو هكا جا هكا كيف توا، شو هذا حوار ايضا بين نرويلي كيف توا نرويلي كذا توا كاني حناك ايش نعمل لك؟ ليه خاطر الحوار هذاك مثير بالنسبه لي. اي ما هو الكواليس نتاعو مثير ياسر، وكتبته في الجريده الكواليس هذيك. حتى القذافي نهار طردني من الحوار الاول كيف عرفني القذافي. يودي كي تبدا العلاقات وانا وياك زاد الحوار الاولاني. هو الحوار الاولاني تاعنا فشل. حتى مراك تعشقها تتعارك انت وياه في البدايه، تعرف هذه ولا ما تعرفهاش سمير؟ يعني مش تنحيها راهي نقول لا ما تنحاش. مراك تعشقها ذي درس في الحب في وسط الحوار. أيوة سياسي. أيوة أيوة أيوة. مراك تعشقها إيه، لازم العركه الاولى هي اللي تبقى هي عجبتني برشا. باهي عجبتني برشا إيه. بعدين رضاني وجلسنا وعاودنا الحوار ومشينا وكذا. لما قام من اقوى الحاجات اللي عجبوني في الحوار لما قام تركني قاعد ومشى. ما جاء اولا واحنا قد ما كنا قاعدين لا احد دخل، لا واحد جاب الماء، لا واحد جاب شيء، لا واحد جاب قال شو تشرب، لا واحد كذا، لا في بوليس، لو فيك لو الرئيس شرق راهو مات وحلت فيه. لو انه هو لو انا مثلا صارت لي مشكله هو راهو حل فيه مثلا. ثانيا يعني انا قلت وين اداب وين الضيافه وين اللياقه وين احنا داخلين للقصور داخلين. هو تدخل لحانوت جربي اذا كان يعرفك يجيب لك الشاي ويطلب القهوه، صحيح ولا ما هذه عادات. ثم انه شو معنى المراسم في الريان؟ اي واضح. شو معنى المراسم في الوقت هذاك؟ ربما تو تغير خاطر مشيت انا ما شفتش الحاجات كلها. بداوه هيك مرتبه، بداوه ما يعجبكش البروفيل اللي عامله مرزوقي لرئيس الدوله لرئيس الجمهوريه بروفيل جديد. مانيش شعبوي انا، مانيش شعبوي انا. الرئاسه رئيس شعبوي تعتبره؟ خليك ما نحبش الشعبويات. قلت لك في اي عمل لا احب الشعبويات في اي عمل، لا في الصحافه ولا في السياسه. ما استنسوش يعني. خرج خلاني خليني قاعد، اقسم بالله قعدت يجي نص ساعه انا نستنى شكون يجي يخرجني. ممكن ما دخلت اخر لا يستنى. اعتقدت انه هاوكا الرئيس شافوه داخل، هاوكا في واحد يجي بعدي انا يخرجوني يقولوا لي تفضل ولا كذا ولا هاو الطريق. يا اخي انت في الدار تمشي لدار جيرانك تخرج وحدك تدخل وحدك، ما يدخلوك ويخرجوك. صحيح. قعدت واحد قعدت واحد بعدين اخويا لميت روحي وخرجت. وانا ناكد لك لو بت ليلتها لو ما كانش في برد راني بت في الكرسي وبقيت ما فيق بك حتى.